عاجل تماس كهربائي يتسبب باندلاع حريق خطير. اندلع حريق ضخم قبل قليل من مساء يوم الخميس الموافق لعشرين مايو الجاري بأحد أعمدة الإنارة في منطقة السعادة بمحاميد في مراكش. وفق المعطيات الأولية توصلنا إليها من عين المكان، فإن الحريق انتشر بسرعة ليشمل أحد أعمدة الإنارة، مما خلف خسائر مادية وسط ترجيحات بكون الحريق ناتج عن تماس كهربائي. وأضاف شهود عيان أن الحادث لم يصفر عن أي خسائر بشرية فيما أتى الحريق على إنارات المنطقة، وقد تطوع أحد المواطنين وحاول إطفاء النيران بالرمل قبل حضور رجال الإطفاء لمكان الحادث الذي تمكنوا من سيطرة عليها بالكامل. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.